اقتصاد كوريا الشمالية، كيف يجني هذا البلد السري والمنعزل أمواله؟ هنالك سبب وجيه يدفعنا لكي نطلق مسمى مملكة الناسك، اللقب التاريخي لكوريا القديمة الموحدة، والذي يعني أن دولة ما منعزلة تماما عن العالم الخارجي. على كوريا الشمالية المنغلقة حاليا والمعروفة باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. صعوبة الاستحصال على معلومات من كوريا الشمالية أمر لا يخفى على أحد، فبينما يقال أن اقتصادها الذي تنهال عليه العقوبات من كل حدب وصوب يعمل على عدد من المستويات المختلفة بما في ذلك السوق السوداء، يترافق ذلك مع تكتم كامل على إحصاءات التجارة الرسمية من قبل الحكومة. لنتفحص إذا الاقتصاد الكوري الشمالي ونعرف من أين يأتي بيونغ يونغ بمواردها. ما هو الوضع العام لاقتصاد كوريا الشمالية؟ بالطبع سيء، فبحسب تقرير كتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سيا وورد فاكت بوك، والذي يجمع بدوره المعلومات للوكالات الحكومية الأمريكية، يعتبر الاقتصاد الكوري الشمالي أحد أكثر الاقتصادات مركزية وانغلاقا حول العالم، ويواجه إشكالات مزمنة ومتنامية، إذ أن أسهم رأس المال الصناعي غير قابلة للإصلاح تقريبا، وذلك نتيجة سنوات من ضعف الاستثمار ونقص قطاع الغيار وضعف الصيانة، بالإضافة إلى أن الإنفاق العسكري واسع النطاق يستنزف الموارد اللازمة للاستثمار والتنمية. قدرت البيانات في كتاب حقائق العالم المستخلصة من دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 1999 أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في كوريا الشمالية بلغ في سنة 2011 حوالي 1800 دولار، فيما تبلغ نسبة النمو حوالي 0.8%. ومن جهتها فقد قدرت الأمم المتحدة لعام 2011 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2011 بحوالي 506 دولار، والنمو عند 0.1. يقدر كتاب الحقائق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية لسنة 2011 بنحو 31700 دولار، بمعدل نمو يبلغ نحو 3.6%. الأرقام لعام 2012 كانت 32400 دولار، ومعدل نمو قدره 2%. ما هي مصادر الإيرادات الرئيسية لكوريا الشمالية؟ يحدد كتاب الحقائق الصناعات الكورية الشمالية، والتي تشمل المنتجات العسكرية والآلات والطاقات الكهربائية والكيميائيات والتعدين والمنتجات المعدنية، المنسوجات والغذائيات والسياحة. صادرات كوريا الرئيسية هي المعادن والمنتجات المعدنية والمصنوعات، بما في ذلك الأسلحة والمنسوجات والمنتجات الزراعية والسمكية. ووارداتها الرئيسية البترول وفحم الكوك والآلات والمعدات والمنسوجات والحبوب، وتشكل الصناعة نصف الناتج المحلي الإجمالي، تليها الخدمات والزراعة. وقد قدرت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية حجم التبادل التجاري بين البلدين في سنة 2011 بنحو 1.7 مليار دولار، حوالي 914 مليون دولار من الواردات و800 مليون دولار من الصادرات. وقالت الوزارة أن المساعدات الإنسانية الحكومية والخاصة لكوريا الشمالية بلغت حوالي 17.4 مليون دولار. كان جان جين سونغ رئيس تحرير موقع نيو فوكس انترناشونال، الذي ينشر أخبارا تعتمد على شبكة من المواطنين المنفيين خارج كوريا الشمالية بالإضافة إلى مصادر خاصة داخلها. فر جونغ نفسه في سنة 2014 من كوريا الشمالية، حيث قال أن عمل في لجنة الإذاعة المركزية لكوريا الديمقراطية بالإضافة لحصوله على جائزة شاعر البلاد. يقول جونغ أن الاستثمارات الكورية الجنوبية هي ما أنتجت الجزء الأكبر من عائدات العملة الأجنبية في كوريا الشمالية، علاوة عن جزء كبير آخر يأتي من التجارة مع الصين، وأن الجزء الأكبر من هذا قادم من تجارة الأسلحة. ويضيف أنه يتعين على جميع الشركات الكورية الشمالية المشاركة في الصين أن تقدم جزءا من أرباحها، وهي عادة أكثر من 50%، إلى المؤسسة المالية الحكومية المعروفة باسم أوفيس 38 كعروض للولاء. ذكر كتاب
حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية أن 67 من صادرات كوريا الشمالية و61% من وارداتها في سنة 2011 كانت مع الصين، فيما شكلت كوريا الجنوبية 19% من الصادرات و20% من الواردات. وتلقت الهند ما يقدر بنحو 3.6% من الصادرات، وقدم الاتحاد الأوروبي حوالي 4% من الواردات في سنة 2011. يقول البروفيسور جيم هور، كبير أساتذة كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، والذي أسس أول سفارة لبريطانيا في كوريا الشمالية سنة 2011، إنه لفترة من الوقت في أوائل العقد الماضي كانت كوريا الجنوبية الشريك التجاري الرئيسي المعروف لبيونغ يانغ، إلا أن هذا الوضع قد تدهور منذ أن قام الرئيس الأخير لكوريا الجنوبية لي ميونغ باك بإنهاء سياسة التعاون السابقة لسيول، فأصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي لبيونغ يانغ. ويضيف، هناك سلع صينية في جميع أنحاء البلاد، فالصين تزودها بالنفط والمواد الغذائية وكل شيء من الحافلات إلى مقاعد المراحيض. ما هي مصلحة الصين في مساعدة كوريا الشمالية؟ يقول جونغ أن في كوريا اعتقاد شائع مفاده أن بكين تشعر بأنها أكثر أمانا لوجود كوريا الشمالية على حدودها من كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة. ومع ذلك فقد تحركت الصين ضد كوريا الشمالية عندما صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدين التجربة النووية لبيونغ يانغ في وقت سابق من سنة 2013. يعتقد جونغ أن الصين تدعم العقوبات ردا على محاولات الجيش الكوري الشمالي استعادة قوته التي خسرها في ظل حكم الوصاية قبل تسلم كيم جونغ أون مقاليد الحكم. وقال إن الجيش قديما بقيادة كيم جونغ إيل تسبب في إزعاج للصين التي تفضل الضعف الذي ساد هذه القوة أيام الوصاية. تكهنت جيني جون في أحد منشوراتها على موقع نورث 38 أن الصين ربما واجهت تباين تقليدي بين الغايات والوسائل حين آلت جهودها الرامية إلى الحفاظ على الوضع الراهن من خلال دعم النظام الداخلي إلى دعم البرنامج النووي لكوريا الشمالية أيضا. ما هو المستوى المعيشي للناس العاديين في كوريا الشمالية؟ في عام 2011 قدرت اليونيسف أن حوالي ربع سكان كوريا الشمالية، أي ما يقارب 6 ملايين شخص، لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام. وأضافت أن قرابة المليون شخص من هؤلاء كانوا أطفالا دون سن الخامسة. وأردفت قولها بأن الغذاء تم تقنينه في كوريا الشمالية، وأن البلاد كانت عرضة لأزمات غذائية سببها العزلة السياسية والاقتصادية والتغير المناخي. يقول برنامج الأغذية العالمي إن كوريا الشمالية لا تزال تواجه نقصا كبيرا أو منتظما في الغذاء، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 3 أطفال من سوء التغذية المزمن أو الموت المبكر. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية شحنات المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية سنة 2009 بعد أن بدأت كوريا الشمالية تعلن رفض هذه الشحنات وسط التوترات بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ والمخاوف من أن الإمدادات لم تكن تصل إلى المحتاجين إليها. في مارس 2012 وافقت بيونغ يانغ على وقف أجزاء من برنامجها النووي والصاروخي وقبول عودة المفتشين الدوليين مقابل 240 ألف طن من المساعدات الغذائية الأمريكية. لكن في وقت لاحق من ذات الشهر أعلنت كوريا الشمالية عن تجربة صاروخية أخرى أدت لإلغاء الصفقة. وقال هور إن المستوى المعيشي في بيونغ يانغ يختلف عن المناطق الأخرى من البلاد. بيونغ يانغ هي النخبة، الكثير من الناس لديهم المال، حيث يستخدم المطاعم من قبل الكوريين والمسؤولين وغيرهم. أما في الأماكن الأخرى فقط كبار المسؤولين هم من يملكون المال. وعدا عن النخبة، فإن معظم الناس في الشمال يعيشون في فقر مدقع. وأضاف إن سوية النظام الغذائي للكوريين الشماليين أدنى بكثير من مثيله في كوريا الجنوبية، إذ أن معظم الناس يعيشون على الحبوب والخضروات، ومن النادر جدا تواجد اللحوم والأسماك في نظامهم الغذائي. وحتى داخل بيونغ يانغ نفسها لا يعيش الناس في ذلك الرخاء، ذلك بالرغم من أن المسؤولين والأجانب يتمتعون بحماية خاصة. ما سبب سوء حالة الاقتصاد في كوريا الشمالية؟ وقال هور إن الاقتصاد الرسمي كان يعتمد على الصناعة الثقيلة في الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وحتى منتصف السبعينيات على الأقل،
كانت كوريا الشمالية إحدى الدولتين الصناعيتين الرئيسيتين في آسيا إلى جانب اليابان، ورغم أن كوريا الشمالية ليست عضوا رسميا فقد استفادت أيضا من مجلس التعاون الاقتصادي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وهو اتحاد اقتصادي بين الدول السوفيتية يعرف أيضا باختصاره الإنجليزي كوميكون. ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي وسلسلة من الكوارث الطبيعية أدت إلى تدهور القطاع الصناعي في الثمانينيات، ما لبث أن ازداد حدة في التسعينيات، مما أدخل اقتصاد البلاد في حالة من الركود. يقول هور: كانت البلاد تعاني أيضا من عوز للنفط بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان يزودها به، كما دخلت الزراعة في حالة من الانتكاس منذ الثمانينيات نظرا للاستخدام المفرط للأسمدة. ويصف الوضع آنذاك: الأرض جرداء، الناس منهكون، والمعدات مهترئة. لكن من الصعب الحصول على معلومات موثوقة عن اقتصاد كوريا الشمالية، إذ أن بيونغ يانغ لم تنشر أي إحصاءات عن اقتصادها منذ أوائل الستينيات. وقال إن البلاد تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية، وهو ما كان أحد حجج بيونغ يانغ لتطوير الطاقة النووية. ومنذ التجربة النووية الأولى التي أجرتها بيونغ يانغ سنة 2006، قام مجلس الأمن الدولي أيضا بفرض عقوبات على برامج الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية، وجمدت الأصول المالية لجميع الجهات المرتبطة أو التي تقدم المساعدة لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ألا تؤثر العقوبات على الكوريين الشماليين العاديين؟ صرحت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الحظر المفروض على السلع الكمالية سيعني أن النخبة الحاكمة في كوريا الشمالية، والتي كانت تعيش على حساب إفقار الشعب، ستدفع ثمنا مباشرا للأنشطة النووية في البلاد. وقال جونغ إن الهيئة المعروفة باسم Office 38 كانت تجمع الأموال للحزب الحاكم والنخبة في كوريا الشمالية، وكان ينظر إليها على أنها خزينة كيم جونغ إيل الشخصية أثناء حياته، وكان قوامها العملة الأجنبية. وهناك أيضا اقتصاد شعبي يعتمد بشكل أساسي على السوق السوداء، لأن عملة كوريا الشمالية اليوان فقدت قيمتها. ومنذ التسعينيات ظهر هذا النوع من اقتصاد السوق كآلية تكيف نتيجة العجز الحاصل، حيث قسم إيل الاقتصاد إلى اقتصاد رسمي وآخر شعبي، والاقتصاد العسكري، واقتصاد بغرض الحفاظ على القيادة في ذات الأسلوب الذي اعتاد عليه. ولكن ماذا عن تجارة الأسلحة؟ أشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره الصادر في مارس 2013 عقب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في فيفري، أشار إلى المؤسسة الكورية لتطوير تجارة التعدين كوميد باعتبارها تاجر السلاح الرئيسي في كوريا الشمالية والمصدر الرئيسي للسلع والمعدات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية. في الثاني من أبريل سنة 2013 كانت كوريا الشمالية واحدة من 3 دول أعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب سوريا وإيران، صوتت ضد أول معاهدة للمنظمة لتنظيم تجارة الأسلحة عالميا. ولكن ما هي المهن الأخرى غير القانونية التي يزعم أن كوريا الشمالية متورطة فيها غير تجارة الأسلحة؟ وفقا لكتاب الحقائق الصادر عن وكالة المخابرات المركزية، فقد شارك المواطنون الكوريون الشماليون بمن فيهم المسؤولون الحكوميون في تهريب المخدرات لسنوات. وفي السنوات الأخيرة كانت كوريا الشمالية مسؤولة عن شحنات كبيرة من الهيروين والميثامفيتامين. وقال يونغ أن صادرات كوريا الشمالية غير القانونية الأخرى والتي كانت تستهدف الأجانب قد عادت أدراجها إلى داخل البلاد، إذ ثبت أن العملات المزورة رديئة للغاية بالنسبة للاستخدام الخارجي، ولذلك انتهى الأمر بهذه العملات في السوق الكورية الشمالية. كانت المشكلة واسعة الانتشار لدرجة أن بيونغ يانغ لم تقبل عروض الولاء من فئة الـ100 دولار، وأصرت على أن تكون من فئة الـ50 دولار. من جانبهم نفى الكوريون الشماليون أي تورط لهم في عمليات التزوير، وبالمثل فإن منتجات المخدرات الموجهة للأسواق الإجرامية الدولية صارت بمثابة صداع محلي، حيث يعاني العديد من الكوريين الشماليين الآن من إدمان المخدرات مثل الميثيل والأفيون، فيما نفت كوريا الشمالية أي تورط لها في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة.
كانت كوريا الشمالية تقدم الغذاء لشعبها بشكل تقليدي، ولكن مع انهيار الاتحاد وفقدانهم لمقدراتهم، بدأوا بالمقايضة من أجل الطعام وجميع أنواع المواد الأخرى. يقول جونغ: جلبت البضائع من الصين ليتم تداولها، ما أسفر عن هيمنة التجار الصينيين على السوق الشعبي. وذكرت نيو فوكس انترناشونال أن التداول في السوق السوداء يوفر المصدر الرئيسي للدخل لمعظم الكوريين الشماليين، حيث كانت الأسواق السوداء تعرف باسم جانج مادانج. يضيف هور أنه عندما كان اقتصاد كوريا الشمالية أقوى، كان العمال يتلقون المال من خلال نظام التوزيع العام في الولايات. أما اليوم فإن الأجور زهيدة ويتاجر الناس في الأسواق، وقال إن الأسواق مسموحة إذ يمكن رؤيتها في الشوارع الجانبية. مررت ذات مرة أنا وزوجتي عبر ما كان يعرف باسم سوق الضفادع. نشأ هذا المصطلح لأن التجار يقفزون ويختفون مثل الضفادع ثم يتجمعون خلفك. ما هي العملة المستخدمة في كوريا الشمالية؟ العملة الرسمية لكوريا الديمقراطية هي الوون. يقول يونغ: لكن كل شيء في كوريا الشمالية مربوط بالدولار الأمريكي، بما في ذلك اقتصاد السوق السوداء. وقال إن الوون كان أشبه بأوراق المراحيض، ولأن جميع الأعمال التجارية كانت بالدولار، فقد استخدم للمقايضة حتى من قبل أدنى طبقات المجتمع الكوري الشمالي. وأضاف إن بيونغ يانغ حاولت رفع قيمة العملة، ولكن لأن الجميع يستخدمون الدولار الأمريكي للتداول، انخفضت قيمة الوون مقابل ارتفاع مستمر للدولار. ويقول هور: لقد شهدت بعض المناطق استخداما متزايدا لعملة اليورو، وذلك لأن الكوريين الشماليين كانوا قلقين من أن الولايات المتحدة ستقطع الدولار بطريقة أو بأخرى. وأضاف إن العملات الأجنبية تدفقت إلى كوريا الشمالية بعدة طرق، بما في ذلك التجارة عبر الحدود مع الصين وزيارة الأجانب، كما كان على جميع السفارات الكورية الشمالية العمل بالعملة الأجنبية. وقال: لم نتعامل بالعملة الكورية الشمالية، لذلك فهي منتشرة على نطاق واسع. إذا ذهبت إلى فندق أو مطعم ستجد الأسعار بالعملة الأجنبية وليس الوون الكوري. وأردف قوله بأن الكوريين الشماليين في اليابان أو كوريا الجنوبية والفارين كانوا أيضا يرسلون الأموال إلى الداخل عادة من الصين.